انت تقولي لابراهيم يتمنذل فينا ويطلع رجله ولا طيب جرب الصوت ليش يكون خلاص جرب. بسم الله جاهز استاذ؟ جاهزين رولينج صح. لقاء الاستاذ هلال تيك 1. مارك عندك؟ مارك مبين عنده اليدين. أيوة. قول مارك. مارك 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 شرفتنا ونورتنا ونشكر لك وقفتك مع ابن عمك ومع اخوك. حابين تحدثنا عن الطفوله النشاه الصعوبات بشكل مختصر بما يختصر اللي هي الطفوله ما قبل الدراسه. حياكم الله وشكرا لكم على وجودكم الجميل في نظرة على سيرة أخي الدكتور أحمد الهلالي الذي لا شك في سيرة محفزة وملهمة لكل من يريد أن يحقق نفسه في مكان مناسب ويخدم من خلال المجتمع والوطن الخدمة التي تليق. يلا كات يا خالد. الأستاذ هلال تيك 2 انت ريفيو الأستاذ هلال تيك 2. شكرا أستاذ. ما فيش تضعيف. حياك الله يا أستاذ هلال نورتنا شرفتنا ونشكر لك حسن التجاوب في صناعة وتوثيق سيرة الأستاذ الدكتور أحمد الهلالي. نبغاك تحدثنا عن الطفولة. سيرة الدكتور هي سيرة حافلة وحافلة بالأحداث بسيط جدا جميلة ويسيرة محببة محفزة وملهمة كل من يريد أن يصنع لنفسه ومجتمع وأسرته موقع جيد من خلال مسيرته. لا شك يعني مسيرة جدا حلو ما مشكلة كمل. ادينا بقى الجملة ديت وبعدين ارجع بقى انا لو ارجع لمن ايام الطفولة برجع اقول كده احنا في امكان نقص كل حاجة ونعمل كل حاجة ولا تشيلها ابدا. اتفضل. مسيرة شيخ مسيرة نفسه لأسرته ولمجتمعه وهي بلا شك سيرة حافلة وسيرة مليئة بمراحل الاجتهاد مثابرة. لعلي أبدأ يمكن من عام 1400 هجري بدايات عودة أسرته من حالة عمار. استقلت الله أسرة كان والد عمي طال في عمره يعمل في حرس الحدود في حالة عمار نقل إلى حافظة الدين حرس الحدود في عمره خلينا على السيرة. أول ما رجع من حالة عمار إلى ما قبل الدراسة عشان الدراسة تأخذ مرحلة بعدها. يعني مشقة في اختلفت الحياة عليه قليلا. وسائل الترفيه منعدمة تماما الكهرباء والفوانيس كان حتى سقاية الماء كانت على الحمير نروح للحدير للساكن نجيب الماء للساكن الحمير الله يرحمه. كانت خالتي وام الوالدة الله يرحمها يرحم الجميع كانوا يجيبون قربة ماء قرب اللي بتصلح معنا
حديد الماعز. صباح غير الدر اتعايش معه. يعني كان في يومنا في اللعب بالحجارة تحت شجر ضخم الصدور، وكان أحيانا أكثر من هذا الزراعة. استمرت تقريبا اسبوعين وهو اكمل الدراسه. كان يزيد حتى يدوم شويه سيارات خاليه من وسائل التبريد في حراره تحت الشراع. الدون دحين يطلع من شيء مش تقريبا مع صلاة الفجر والعودة تبدأ يعني تكون بعودة ساعتين الظهر. فكانت يعني أيام حافلة يعني بالمتاعب والمصاعب، حتى كنا من مسكن اللي كنا فيه المسكن يجاور يعني كنا من حالة البيوت اللي بيوت الشعر بيوت الطوب الأسمنتي. بدأنا رحلة جديدة هنا. توقف لي هنا. الحمير كنتم تسدون عليها إلى عام كم؟ تقريبا 1400. أي أبغاك تجاوب عليها إلى 1400. بعدها إيش أول سيارة جتكم؟ وكم كانت سيارة في القرية؟ يعني جلسنا تقريبا في معاناة المياه حتى بعدين جاب قاوي الوايد تهدس وجات بعدين القرب قرب اللي يحمل مع السيارة وحسنت من ضروب المعيشة شوية. لكن كان برنامجنا بعدين من ثاني ابتدائي مثل ما قلت كان يبدأ مع صلاة الفجر. تبدأ بالغنم صباحا تنتهي بالغنم مساء. تبدأ بالغنم الصباح اللي هو ما يسمى بإخراجه من الحظيرة، وفي الإمساك بالأغنام ذوات الحليب حتى يتهيأ لأمهاتنا حلبها والاستفادة. نبدأ مرحلة أخرى اللي هي يعني تسريح الغنم ما يسمى بتسريح الغنم. تحضر سيارة النب تقريبا في حوالي الساعة 6 صباحا ونبدأ فيها. ولكن كان نظر لعوة الطريق بعد المسافة توجه أغلب السكان للحياة العسكرية طبعا
الأحذية الله يكرمكم من الطرائف في مكان الأحذية هذه يعني محافظ عليها محافظة نتركها في مدرسة حتى لا تتكلم نذهب في المدرسة ونرجع في البحر كان يعني لنا أحلام فيما يتعلق بالسيارات كنا نستخدم الجك حق الموية نسوي سيارات لا ألعاب قصة السكين نعمل له كفرات من الأحذية طارات كان من الأخر كذاب ولكن بدأنا مرحلة أخرى دخول التلفزيون تقريبا عندنا عام 45 توقف لي هنا القلاب اللي انت تقصده هو اللي بحب زيت الشل اللي هو يقار من فوق ويكون الله يكرمك الأحذية الأكبر الأسمك أبغاك بس تعيد لي القصة دي كاملة القلاب حق أبو محمد كان يعتني بلعبته الخاصة التي أصنعها من الجالون قصة بطريقة معينة حتى تشبه سيارات القلاب الحياة بهذه الوضعية حتى تقريبا دخل التلفزيون عندنا في عام 1905 كان أبيض وأسود على بطارية السيارة توقف لي هنا يا أبو الشرح حق سيارة الدكتور يفضل أنه يكون فصة لأنه كان عود في النص يخرمون بالحجام من هنا ومن هنا ويكون أربع إطارات من الحجام الله يكرمكم فيها حديد بس أعيد لي تشريح أعجلي شرحها بشكل مفصل بس هذا الدخان اللي فيه الدخان اللي فيه سهل حق عيونه بشكل سيارات في يعني تلفت نظرنا هنا سيارات الجيب والقلاب ولكن كنا مفهولين بما يسمى القلاب هذا على أساس أنه فيه البستة وكان يتحمل كان يقص بطريقة معينة حتى يكون بشكل سيارة القلاب نحضر عود حيث يكون الدفرنس أمامي وخلف نضع له إطارات نصنعها بطريقة معينة باستخدام علب الطماطم تخضع للتصغير درجة معينة ثم نضعها على الأحذية قديمة تعطينا هذا هذا ناخذ كات كم أساس رول اي ترى اسمي رياض رياض اي جهني ما كذا عملنا رول خلاص عملنا رول شوفوا أساس سميدة انترفيو استاذ هلال تيك 3 شباب انتوا رول احنا رول خلينا مع الكاميرا بعد اسمك اوكي يا ابو نواف حدثنا يا اخي عن الدراسه كيف كانت المعلمين من هم الفصل كم كان في شخص والله كانت الدراسه اول شيء المدرسه نتكلم عن تكوين المدرسه كان صناديق ومباني بالحجر نوعين من البناء كانت متواضعة جدا ولكن الدولة كانت تدعم يعني التعليم في القرى كانت تحضر علب التغذية ما يسمى بعلب التغذية أشرف قرش للتاج حاليا كانت هذه من محفزات الطلبة في تلك الفترة لكن كان ما كان فيه إلا معلمين أجانب وهم وصلوا فضلاء نذكرهم إن شاء الله بخير
عمرو واجتهد ذلك اللي تحمل البركة وعلمنا من العلوم ما ندينه إن شاء الله بفضل الشكر وندينه بالدولة بالدرجة الأولى يعني استقطبت نفر من المعلمين وبالتخصصات مختلفة يعني أسهموا في تعليمنا بشكل جيد نسأل الله أن يسلم عنا خير الجزاء لكن كان التعليم في ذيك الوقت كان قاسي يعني في العقاب كان عصى لمن عصى الله يعني أمور المثالة يعني كانت حاضرة بقوة حقيقة سواء ما يسمى بالفلكة العصا أو المسطرة أو القلم في ضغط الأصابع هذه كانت كيف كان انتقالكم للمرحلة الثانوية؟ يعني نقلت مضامين قبل الثانوية كان في المرحلة الإعدادية الدكتور بيروح مش بيتقل لمكان كانوا استأجروه من شركة أنا بعطيك لا لا بتوصل الحين يعني بتوصل لفضاء هي استمر هذا الحال حتى استمر هذا الحال حتى نهاية المرحلة الابتدائية تقلنا مرحلة بسطة في أرض على ما أذكر من بسطة الراس كانت تبعد عن القرية حوالي 35 أو 40 كيلو ما كان بوسائل نقل المرور صار تكتل لأبناء القرية ما يبقى 5-6 أشخاص واستئجار غرفة على مقربة من المدرسة بالزرع هذا يعني أعتقد أن صعب الحياة في ذلك الوقت العمر كان يتراوح بين 13 سنة طيب أعطنا قصة السكن كيف كان السكن كيف كانت المعيشة المعيشة كان يعني مثلا بعد ما نحضر من المدرسة نطبخ الغداء في البيت كنا نغسل يعني ملابسنا ونغسل وزي ما تقول نظافة البيت وكذا بالتناوب يعني بينا كان كل يوم فلان عليه الطبخ فلان عليه الغسيل فلان عليه الطلبات اللي يجيبها جميل نبغى قصة التلفزيون التلفزيون بدأ عندنا من عام 1905 تقريبا جزا الله عمي خير الجزاء الذي أحضر كان أبيض وأسود كنا من أوائل الناس الذين القرية اللي الذين اقتنوا جهاز التلفزيون يعني تشغيله في اليوم ما يتجاوز ساعتين بالمجمل ساعة الصباح افلام كرتون تقريبا تبدأ عند 10 صباحا في ايام العطل طبعا ايام المساء ما كان فيه الا شغل المغرب الى صلاة العشاء طبعا النوم في القرية كان مبكر الساعة 9 تجد الجميع في سبات عميق كان هناك متابعة لبعض المسلسلات من البرامج الجديدة اللي كنا نتابع برنامج العلم اللبنان كان برنامج السري أو برامج اللي هي برامج الوثائقية عن الحياة البرية وكان مسلسل المساء والمغرب كان مسلسلات في الغالب تكون بدوية أردنية لكن كان نواجهنا مشكلة أن التلفزيون يحتاج كهرباء متوفر بطارية البطارية لا يمكن تعمل بشكل كويس 3 أيام بالدفع هذا لو رشدت استهلاكه وكنا نواجه مشكلة مع عمي في موضوع بطارية السيارة نقوم أحيانا
تبديل البطارية. عشان نستمر على المشاهدة بفترة أطول. أيضا كان بالنسبة للدكتور أحمد كان في ميزة، كان يبحث عن ما يحفز العقل. كان بدأ في عام 2006 اشترك في وزير الرضاعة الصغار، شارك تقريبا عامين أو ثلاثة عقود في مسابقة وزير الرضاعة. كانت عندها مركز تربية المدينة بشكل جيد، كانت حقيقة مشوقة، برامج مشوقة. ف يعني استمرنا عامين في هذا الغرض. وبعدين توقف لي هنا يا ابوي، خلينا على التلفزيون عشان ابراهيم لما يكون عنده مشكلة في السوق كيف توصل؟ ايضا انتهى من المرحلة لا عنده محل التلفزيون يوم كانت تمشي مرحلة الابتدائية. مرحلة الابتدائية اعيدها لنا بعدين احنا نقدمها. بس ابراهيم الصوت انت معك تمام؟ في عندك اي مشاكل؟ انا عندك في مشكلة وقفنا على بس التلفزيون. اليوم عمي كان يصحى الصباح ما تشتغل السياره الا بالنتش. ايوه اعيدها لنا بس. ايوه بالنسبه للتلفزيون عندما بدا تقريبا عام 2005 جزاه الله عمي خير جزائي حضرنا هذا الجهاز. كان فتره الارسال فترات محدوده في الصباح تقريبا ساعتين والمساء حوالي 5 ساعات. ولكن كنا نعاني مشكله الكهرباء لا يوجد كهرباء، وكان تشغيل جهاز التلفزيون على البطارية. وكنا نجد بعض الحرج مع عمي أحيانا يستخدم بطارية السيارة يعني بكثرة أكثر من طاقتها، فيجد مشكلة الصباح عندما يكون ذاهب لعمل. يتفاجأ بأن البطارية يعني لا تعمل، تستنفذ الطاقة حقتها في تشغيل التلفزيون. طبعا القرية تنام مبكرا قبل الساعة 9 يكون الجميع كلنا على فراش، ولكن يعني كان شيء بالنسبة لنا يعني عالم مختلف، شيء جديد ومسلي. بالنسبة لنا يمثل يعني نافذة على العالم الآخر. خلال بعض المسلسلات اللي كانت تعرض في المغرب، من خلال برنامج العلم والإيمان، من خلال البرنامج الوثائقي اللي كانت، وكان بين الترفيه وبين. طيب بعد ما خلص الثانوية أو استمرينا حتى عام 1411 بدأت أزمة الخليج. احنا في الاول كان في ابتداء في يعني في عطلة دراسية طويلة، وكان برضه نفس المشكلة انه معاناة طلبة القرى في السكن في محافظة الرب. فاغلب عندما فتحت الوظائف في ذلك الحين جميع الشباب اللي كانوا يدرسون معانا توجهوا للوظائف، بقينا اثنين. فبرضه هو تزوج في عام 1411 من الأخت الفاضلة محمد الله تنصح لها، الزوجة الأولى. فكان حينها طالب ثانوي، ولكن أحس بنوع من المسؤولية، وطالما الوظائف فتحت على الأبواب كان لابد يبحث عن نوع من الاستقلالية، طالما أن الله أكرمه في الزواج وبنى بيت المستقل. فاتجهنا إلى جدة لأخت والدي الله تنصحه العافية. فسبحان الله أنا تقدمت للوظيفة في الشرطة، وما حارب من الحظ لمشكلة الوزن الظاهر والطول، كان عندي مشكلة معينة. كان واقف هو معانا يعني كنا
ثلاثة أنا والوالد. فالوالد يوم شاف إني أنا ما حالف إن الحظ قال عندي ولد أخي مكان. والله سهل. كان القبول سهل. من كان والده عظيم فالابن يكون عظيم من ذلك. عمي كان مولع بالعلم مولع بالدراسة كان في المجالس يحث على استكمال الدراسة لأن عمي في الأساس سافر من الديرة الأمي أخذ المرحلة الابتدائية درس ليلي كانت البدائية في وقت عمي يعني تعادل تقريبا الآن ثانوي أو يمكن حتى قريب من الجامعة أو مرحلة البلوغ كان عمي الله يكتب الصحة والعافية وقوة وطاعة يحث على التعليم وهو نبتة صالح حقيقة هو شغوف بالتعليم فبعد ما أخذ تقريبا عام في شرطة جدة التقت رغبته مع إلحاح عمي وأذكر ذلك اليوم احتنا وياه ملفته من ثانوية أظن سجل في ثانوية الفيصل الليلية وكان يساند بين عمله وبين بيته بين عمله وبين دراسته حتى انتقل لزوجته من الديرة محافظة جدا وبدأ حياته أكمل الثانوية والله سهل له الدخول الجامعة واستمر على هذا حتى تعين في جامعة تعين عفوا في مدارس الأبناء وقف لي هنا عشان نفتح المراحل اللي عندك وش كانت أصعب المواقف أو الأحزان اللي مر فيها الدكتور أصعب شيء حتى تغير رجولته والله الحياة العملية غير الحياة مرحلة المخرج من عباءة أبي واجه مصاعب الحياة أسرة ومتطلبات وظيفية تتطلب يعني بذل جهد بينما أيضا كان يعني يتوق لتحسين مستوى الوظيفة لكن أنا أذكر بالنسبة للديرة أيام متوسطة كنا نواجه مصاعب اللي هي مساعدة الأهل في رعاية الماشية سواء الإبل أو الغنم كانت عبء على يومنا في ظل السفر مطلوب منا برضو يعني مهارات معينة في استقبال الضيوف لابد أن نتحلى بدرجة عالية من الانضباط من خدمة الضيف من البشاشة في وجه الضيف هذه أمور كانت يعني ما يسمى بصناعة الرجال يعني كانت أمور حقيقة أنا أعتقد أنها كانت أكبر من عمره كان في مرحلة يعني بالنسبة للطفولة لم يكن هناك طفولة بمعناها الحالية كان مطلوب منك أن تكون رجل صلب وجلد جميل تحدث لنا عن رحيل الوالدة من يعني من بعد ما انتقل الدكتور أحمد من حفر الباطل الطائف ابتليت خالتي الله يرحمها بمرض السرطان
توقف لي هنا. هو يوم مرضت في الوالدة سرطان كان في حفرة الباطن وكانت سبب نقله ركب السعيد السياق. صحيح صحيح. في بعد تعيين دكتور أحمد في مدارس الأبناء بحفر الباطن أثر التحاليل تحرك أو إصابة قالت الله يرحمها بالسرطان، مع أنه يعني أكبر الأبناء كان إزاما عليه أن يكون قريب من الأسرة، وتفاهم المسؤولي مشكورين ونقل إلى محافظة الطائف. فشهادة حق كان بارا بها في حياته سواء قبل المرض أو بعد، حاول جاهدا يعني، ولكن معروف أن السرطان من الأمراض المستحيلة إلا ما رحم الله. كانت يعني معاناة حيدة يعني في الانتقال من جدة إلى الطائف السادة الكيماوي، كانت تحتاج ترى رعاية معينة، وكان أثر يعني لأنه كان له أخوة صغار كان يتأثر يعني الوضع، كان بنتين ولدين. أنا أتكلم معاه بنبهه الحاجة وأنت كمل استرسل معلك مني. طيب أنا بس حوقفك عند حتة صغيرة، هي ده السؤال اللي كنت بسأله له. أنت قلت دلوقتي كانت الانتقال من جدة إلى الطائف معاناة كبيرة، هل هم انتقلوا من جدة للطائف ولا العكس؟ فين؟ في جدة. أيوة من الطائف لجدة مش من جدة للطائف. أوكي، ما هي هنا أنا أنت لما قلت من جدة للطائف أنا فهمت تباعا ان هم عايشين في جده وتعالج في الطائف، من هو العكس. ماشي، نرجع تاني عن كان الانتقال من هنا والرجعه. كان برنامج العلاج في الملك عبد العزيز. يلا من الاول تاني بعد الصوت. يلا تفضل. كان برنامج العلاج خالد الله يرحمها في مستشفى الاوراق الملك عبد العزيز، كان مقر سكنها في الطائف، وكان الانتقال الى هناك والعوده، وخاصه انها كانت تعرض لصدمات كيماوي كانت متعبة بالنسبة لها. فيمكن من أو يمكن من أقصى ما يمكن أن يرى الإنسان والده يتألم ولا يقدر يعني ما يقدم الشيء يعني، وهو عارف أنه متجه لطريق النهاية يعني. جميع المؤشرات تقول أن هذا مرحلة عمرية، مرحلة أيام أو مرحلة معينة وخلاص يعني يتوفى الله. مرض يؤوس شفاء كان من المعاناه ترى يعني والدك بمثل هذا الحال. توقفني هنا بعد وفاتها ضم اثنين من اخوانه واخواته صح؟ اي نعم. وعاشهم في البيت ورباهم وعلمهم. بس عيد لي السياح بعد ما اخذ منك البور والبطاريه بدك. استمر الله يعني في فاتوقع من السكن طويل. في رمضان تقريبا عام 1424 شوي عشان الجنده بس خليه شوي يحمل المسؤوليه شوي عادي. من اشقائه ومن شقيقاته. طيب معلش خلينا اوقفكم بعد اذنكم. صلب السؤال، صلب السؤال كان هو التحول احساسه هو او مشاعره. انت كيف شفته هو كان قبل كيف كان وبعد وفاه الوالده؟ هل تقدر توصف لنا انه هو حس بالانكسار؟ تقدر توصف لنا المشهد وبعدين نروح انتقل لتحمله بقى مسؤوليه اخوانه او اخواته؟ تفضل. انا اعتقد خلي شوي اذا وقف. جرات له حالتها في رمضان من عام 1924 بدأت تتهور بشكل لنهاية 1927 دفع عن الفضاء توفاه الله ما بينت هذا محل أثر كبير أنت بالقطع يعني يعاني معنا من هذا في هذه الأيام. كان تأكد تعرف تشرب يعني ما نعرف نشرب في أكثر سويا في يوم فات الله يرحمه شاركنا العشاء، وبعدها يعني تحمل مسؤولية
تحقيقاته تبقيات الدين و 2 من أشهر الصباح كانوا في يعني في مراحل الحرية كان أصغر تقريبا في عمره 6 سنوات بين 6 سنوات والعشر سنوات لما يسأل والله الحمد لله يعيشون الآن في مستوى جيد وكان لهم نعمل قدوة حقيقة طيب تحدث لنا عن الجانب الشعري ومتى أول قصيدة وكيف كان مولع بالشعر والاستماع إلى يعني خاصة قصائد الأدب الجاهلي العربي الفصيح كان مهتم بها في المتوسط كان عنده اهتمامات في هذا ولكنها بدأ النشر عنده بعد ولادة ابنته الأولى محمد أنا كنت حينها محرر في صحيفة البلاد الآن طريقي كنت يعني المجال بيننا مفتوح كنت أقلب دفاتر وفوزت في القصيدة أي واضح واضح جميل صار له مشاركات ما بعد حتى أتت ثورة الانترنت وصقل موهبته الشعرية من خلال استزادة من بعض المواقع حينها وكان مولع بعلم العروض والمعلقات وتأثر أيضا بالانتقال للطائف لأن الطائف في يعني لا تخلو من حراك أدبي وموروث ثقافي فكان يشارك في جمعية الثقافة ومشاركات يعني جميل بدأت يعني بعد انتقاله استأذنك أبغاك بس توصف لي عندنا آخر سؤال اللي هو الرحلة إذا تقدر توصفها مايكل لما طفل النار رحلة الدكتور مايكل العسكري كان نتولع إحنا جماعة ما هي موجودة والله الهواء الظاهر رفعها أو حاجة زي كذا الهواء رفعها الظاهر أو شيء البوم إيه طلع الآن واضح طيب معلش خلنا نوقف عند السؤال ده كيب رول إبراهيم خليك خلاص هو تحرك كله من أول احنا زي ما توقعت النار طفت فبين لا ولا حاجة بالنسبة لك كده تمام تمام صح صح بسم الله اوكي تمام يا استاذ تمام يلا اتفضل كمل معلش ابدأها من الأول تاني بعد إذنك عشان انت دخلت علي وانا بقعد طيب اتفضل بالنسبة للأخ الدكتور أحمد فهي رحلة أعتبرها رحلة محفزة يعني تحمل في طياتها كثير من المواقف والأحداث التي صقلت شخصية الرجل واجهوا الكثير من التحديات سواء من خلال الالتزام الاسري الالتزام المهني في وظيفته الالتزام الاجتماعي في مجتمعه تعرف ما يدور فيه من مناسبات زواجات احتفالات ضيافات مناسبات يعني عائليه واجتماعيه وكان يعني كان المطلوب
مطلوب من الإنسان أن يوازن بين هذه الالتزامات. ترى على غايفين لا يدخل علينا. ما عليك بدنا احنا بنحاول نحل المواضيع عشان ما نوقفش التصوير. كم وصلنا؟ يلا استنى تايم 27 يلا يلا خلينا نعمل كات. احنا 27 يلا كات خلاص. كات يا استاذ ما عملتوش رول انتم؟ لا لا ما كانش عمل. يلا خلاص رول يا استاذ. استاذ هلال صوت رول انترفيو. استاذ هلال تيك فور. شكرا. يلا بسم الله. لحظه بس خلاص خليه يوقف بس عشان الصوت ما يدخلش على بعض. انا بالنسبه لرايي في رحله اخي الدكتور احمد راها رحله مبهره. رحله تحمل في بياتها الكثير من احداث التحدي والمغامره ومدى مدى ثقة الإنسان يعني بطريق بهدف بطريق الهدف الأسمى والأشمل والهدف الذي يسعى إليه. فعمل على إحداث توازن في التزامات بين الأسرة والمجتمع والتزام المهني والتزام في طلب العلم. كان هذا تحدي كبير حقيقة في ظل ما يعني في ظل يعني لو تبعدوا قال 24 ساعة فهذا كان يتطلب مجهود وتركيز وابتعاد عن جميع ما يعني ما يعيق هذا يعني هذا الوقت. طيب انا هعيد البوينت دي تاني بس انا عايز افهم منك ايه هو التحدي في ال 24 ساعه معلش عشان انا ما فهمتوش. اللي كنت توازن بين اربع اجسام جوه ال 24 ساعه جوه اليوم نفسه. نعم اوكي فهمتك كده. طيب معلش ليه وكده هنرجع بقى نعيدهم تاني كلها واديني توصيف ان قصته كانت ملهمه وعنده ايمانه ايمانه بالهدف بتاعه هو اللي خلاه كان يقدر يعمل الموازنه ما بين اسرته وما بين التزاماته الخارجيه وما بين تعليمه. اتفضل. أنا أعتبر قصة أستاذ الدكتور أحمد قصة مهمة قصة محفزة لأنه استطاع بتوفيق الله أن يوازن بين التزاماته خلال 24 ساعة سواء التزاماته الأسرية التزاماته المهنية في وظيفته التزاماته العلمية في سواء في التعليم الثانوي أو التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي. يعني هذه تعكس مدى قوة الإمارة أنت بأهدافك كيف ممكن تصل لهدفك وكيف أنك تثق بالله عز وجل أنك في قدراتك أنت أنك أنت تكيفها على أساس أنها تصل في هذا الهدف بظل من متوقف محدود 40 ساعة يلحقها أعباء اجتماعية وأسرية. هذا راح المستشفى هذا عنده زواج هذا عنده مناسبة عائلية كان مطلوب منه يعني يحضر هنا وهنا وهنا لكن كان وفق الله أنه كان متوازن يعني في هذه المسألة. زين جدا. طيب انا بالنسبه لي استاذ عبد الله وصل. ايوه ماما لا 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 خلي طيب. انا ورا جالس. انت بالنسبه لك عبد الله انت كان في شيء ثاني في راسك تبغى تسال؟ انا بالنسبه لي تقريبا القصه بقت مكتمله. انت في شيء ثاني تضيف او في شيء بعينه عايز نشاور عليه؟ يعني في شيء في خلال تكلمت معك في التعدد لا طيب خليني ابدا معك في حاجه غير اللي هي في موضوع ثاني الله يصحه والعافيه اللي هي في موضوع الماجستير. تفضل. كيف حضرت فكره الماجستير؟ تفضل.
بعد حوالي عام 2006 كان له اهتمام في سوق الأسهم، تأثر كما غيره يعني بنكسة يعني تبخرت كثير من الادخارات أو جزء كبير من الادخارات في انهيار سوق الأسهم، فحدث عنده يعني يعني أزمة كبيرة. هو كان يرعى يعني أسرته خاصة، أخوانه الأيتام، أبوه، كان في التزامات عالية جدا. وأتت هذه يعني هذا الانهيار يعني ليهدم طموحات كثيرة كانت في رأسه، اللي منها أقل شيء من التوفير ننزل لأسرة. سياسة النفس الطويل الصدر، أغلق جهازه وترك ترك الأسهم. فاستشارني قال إيش رأيك يا أخي أنا أبغى أكمل ماجستير. فأخذت وقلت له نعم هذه فكرة جيدة، فكرة سجل الماجستير في جامعة المنقرة والله وفقه. يعني التحقق بالماجستير زاد نسبة الطموح عندي، أن سبحان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا على دينه جليسا فلينظر أحدكم من يقول أحد. فعندما أنت تكون مع طلبة ماجستير تأكيد يكون هدفهم الدكتوراه وتلتقي بكثير من الأشخاص الذين كالخيل في ميدان السبق كل يسعى إلى مركز متقدم. فمن هنا بدأت أفكار رحلة الدكتورة أيضا. كان يطمح للتعليم للانتقال للعمل الأكاديمي حتى يجد نفسه هو في البحوث، البحوث العلمية، يجد نفسه في حضور الملتقيات العلمية، يجد نفسه في المشاركات الأدبية الفاعلة، كانت تحاكي شيء في نفسه. يسر الله أن تحدث بعض الفرص وينتقل للتعليم الجامعي. من الأمور أيضا التي يعني وسعت مواهب المدارك هو يعني التقائه بشخص الأستاذ عبد الله الجعيد رئيس النادي الأدبي، كونوا فريق عمل والله وفقهم في عضوية مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي، يكون ثنائي جيد أدار النادي بحكم ومهارة، وأحدثوا خلال يعني فترة توليهم زمام النادي حراك جميل، حراك ثقافي جميل من خلال التواصل مع مثقفي هي الطائف بمختلف الفنون، فتحوا أبواب النادي على مصراعين لخدماء النادي حتى ينقلون تجربتهم الأدبية للجيل الذي يليه، بصقل مواهب ومهارات الأدباء الجدد. فمضت رحلته على هذا النحو ممتاز، لكنه كان الرجل حقيقة يعني عنده التزام أسري وعنده التزام اجتماعي.
صراحة مبادرات في على مستوى عائلتنا وعنده مبادرات على مستوى التبييض. الحمد لله نحن صوت الطريق هذا ما يسمع. أبناء الأخوان 13 الحمد لله نحافظ بإذن الله على علاقة استمرار علاقة أخوية بيننا لا يفسدها شيء وتعاون مستمر. عظيم في شيء ثاني تبغى تضيفه او في شيء في حاجه هو طلع معنا فوكس او في حاجه تذكرك خاصه يعني او شيء مميز تبغى الدخان هيكون اليوم طلع اول ابو يوسف ترى قاعد يوسع جسمه يطلع معنا جمعيه لا لا برد في القبيله قاعد يوسع جسمه يطلع معنا واجه فيها تحدي كبير يا سلطان. هناك من يعارض على مدعاه وكذا هو الفريق الذي كان معنا يعني من أعضاء الجمعية أداره هذا يطلع معي على طول الآن هذه القضية مهارة عالية وشوي هو قاعد يسأل طلعوا مع الكفرة والبادية مع الكفرة بس خلني نشوف استفاد أكبر عدد من أهالي القرى من خدمات الجمعية أيضا كنا مجموعة من خلال برضو مبادرات مجتمعية لمؤسسنا لفريق عائلة عائلة الكرة لعامين مهتالية كان حقيقة يعني حراك جيد كان اجتماع المعايدة في مشاركات أدبية في قصائد في موروث إحياء كان حراك جيد على مستوى القبيلة يعني ما اكتفى ب يعني انه يصنع نفسه ولكن يحاول يعني يصنع اثر على مستوى المجتمع. هذه من الامور يعني جميل الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك. شوف رضا الله وجملته والله كثر الله خيرك. وانا بالنسبه لي من سؤالين فاتوا انا مكتفي. انت لميت القصه كلها والاضافه جميله الاخير ما قالك انت انا هو اللي في مكتفي جرب هنا يا مالك الله يعطيك الجميل يعني الله كات خلاص كات 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 اصفي يلا استاذ ايدك شايف ايدي معاك انزل شويه بس طه ايوه تمام بس سيت يلا ريدي مقدمه انترفيو استاذ هلال تيك 1 3 ثواني استاذ ارجع تاني شويه ورا ارجع تاني انا هقول لك اول ما تسمع اكشن 3 2 ان تمام اكشن. اذا غامقت في شرف مرونه فلا تقنع بما دون المجنون. معلش كمان مره مش ده المكان اللي احنا اتفقنا عليه. انت كنت جوه شوي روح اقف تاني اديني الوقفه اللي انت هتقف فيها بعد شوي اديني الوقفه روح اقف هنا لا ما كناش هنا كنا جوه شوي هنا ايوه قدم خطوه لقدام كنا على الاخضرات اللي قدام قال الله ينور عليك كنا على الاخضرين اللي قدام في نص ال ايوه دول كنا هنا مظبوط كده كده يلا استاذ بسم الله كمان مره كيب رول احنا ستيل ستيل كمان خطوه ورا استاذ بعد اذنك نص خطوه ورا عليا هنا شويه شكرا 3 2 ان اكشن. اذا غامرت في شرف المرونة فلا تقنع بما دون أحمد هو ليس يعني أخ ولكن هو صديق وملهم وقدوة حقيقة. كمان مرة كمان مرة هتروح تقعد كمان مرة هو
ليس فقط هو مش بس ابن عمي، يعني هقول لك بالمصري، هو مش بس ابن عمي، هو صديق الطفوله وهو الشخصيه الملهمه بالنسبه لي. بروح ما يكون استعجل في البيت احسن يا ابو زكي. طيب احنا بس معلش احنا ما استعجلناش هنا في النار. النار يلا يا داير خد كات يا استاذ. عمل كات خد كات عمل كات خليك خليك لا لا اما تسمع اكشن معلش حاطيكم انا هنا. يلا استاذ خد ايديا في الكراك. يلا انترو الاستاذ هلال. الاستاذ هلال تيك تو مارك لا لا دخل يلا كم معلش استاذ مرة ثانية دخل وراك كنت ما طلعت من هو بس عشان الصوت لازم نستنى معلش يلا اخر مرة 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف المهوم فلا تقنع بما دون النجوم. بالنسبة لاخي الدكتور احمد فهو ليس ابن عمي فقط، هو صديق الملهم وهو القدوة في جميع ما يرتقي به اتفقنا هتقعد اتفقنا هتروح تقعد يلا كمان مره. هو الصديق والملهم بالنسبه لي وتروح تقعد بس 3 2 1 اكشن. بالنسبه لي الله بس كمان مره 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف المرمي فلا تقنع بما دون النجوم. بالنسبة للدكتور أحمد هو ليس ابن عمي فقط وإنما هو الصديق والملهم. كات جميل شكرا أستاذ مستوى ساوس فيدي كاميرا رول يا أستاذ رول رول يلا خد كلاك خد كلاك خد كلاك أنا قلت له أستاذ أنا قلت له يا علي ابو الاستاذ هلال دقيقه انترو انترفيو تيك 3 ستاند باي 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف النجوم فلا تقنع بما دون النجوم. بالنسبه لاخي الدكتور احمد الهلالي فهو ليس ابن عمي فقط وانما هو الصديق والملهم. كات يا استاذ كات عندك اشكال.